إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والغبن هو النقص والخسارة وقد سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم التغابن لكثرة المغبونين فيه والصحة والفراغ نعمتان من نعم الله على عباده ومع ذلك فإن الكثير يفرط فيهما إلا من رحم الله فالصحة لا ينتبه إليها المرء غالباً إلا عند مرضه والمغبون في صحته هو الذي يضيعها ولا يستغلها في طاعة الله والفراغ هو الوقت وخطورة الوقت أنه إذا مر لا يعود وما من يوم ينشق فجره إلا ينادي ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة فكذلك الوقت لا ينتبه إليه المرء إلا بعد ضياعه إلا بعد فوات الأوان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وذكر من هذه الخمس صحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وقال الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كثير من الناس لا يستفيدون من هاتين النعمتين وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة وقال الحسن رحمه الله يا ابن آدم نهارك ضيفك فأحسن إليه فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك وإن أسأت إليه ارتحل بذنبك فيا عبد الله اعلم أن الصحة والفراغ هما رأس مالك وأن الغبن فيهما هو ألا تدرك قيمة هاتين النعمتين ومن رحمة الله بنا أن جعل لنا محطات نتزود فيها بالإيمان نعيد فيها ترتيب أوراقنا من أهم هذه المحطات شهر رمضان هذا الشهر المبارك الذي نعيش فيه تفتح فيه أبواب الجنان
تغلق فيه أبواب النيران، تصفد فيه الشياطين للإقبال على الله عز وجل. بالأمس القريب كنا نستعد لاستقبال شهر رمضان، وها هو يسرع الخطى كي يفارقنا. شهر وصفه الله عز وجل بأنه أياما معدودة، شهر جعله الله ميدانا يتنافس فيه العباد للقرب منه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب من اللاعب الضاحك في يوم يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. شهر رمضان يا عباد الله هو شهر التجارة الرابحة، التجارة مع الله. يكفيك أيها المسلم أن الله عز وجل بعث إليك مناديا ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأن لله عتقاء من النار في هذا الشهر، وذلك في كل يوم وليلة. بلوغ هذا الشهر نعمة عظيمة، نعمة ينبغي على المسلم أن يستشعرها، أن يغتنم هذه الفرصة حتى لا تضيع عليه، لأنها إن فاتت منه كانت حسرة ما بعدها حسرة، وخسارة ما بعدها خسارة، وأي خسارة أعظم على العبد من أن يدخل عليه شهر رمضان ويبقى هو على حاله دون تغيير. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر ورغم أنف امرئ؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من دخل عليه شهر رمضان وخرج منه ولم يغفر له. احذر، احذر أن تكون واحدا من هؤلاء، احذر أن تكون واحدا من هؤلاء المحرومين، والذين دعا عليهم جبريل عليه السلام وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فأمن 3 مرات، فسأله الصحابة عن ذلك، فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يضرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. هذه هي الخسارة الحقيقية، هذا هو الحرمان الحقيقي، أن تحرم من رحمة الله، أن تحرم من فضل الله، أن تمر عليك أيام رمضان ولياليه دون أن تستفيد منها. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء؟ إن أعظم أسباب الخسارة هي أن يبقى العبد على ما كان عليه من الذنوب والمعاصي. الذنوب تحرم العبد من التوفيق لطاعة الله. الذنوب كم حرمت من لذة الطاعة ومن حلاوة الإيمان. هذا رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه في المعصية ثم قال: يا رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أما حرمتك لذة مناجاتي وطاعتي؟ عقوبة عظيمة أن تحرم من التوفيق لطاعة الله، ألا تشعر بحلاوة الإيمان. عقوبة عظيمة أن تبقى على حالك حتى في مواسم الخير، أن تبقى على حالك من إيذاء الناس، من الغش والخداع، من النظر إلى الحرام
من السهر على المعصية إلى القيل والقال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. هذا هو الصيام الحقيقي، أن تصوم عما حرم الله. وهذا ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع عنك هذا الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. ينبغي أن يحدث عندك تغيير في حياتك. احذر من الذنوب فإنها تحرمك من طاعة الله. لما قال رجل لأبي للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأعد لذلك طهوري، فما لي لا أقوم؟ قال: قيدتك ذنوبك، حرمتك ذنوبك من التوفيق لطاعة الله، حرمتك ذنوبك حتى من اغتنام مواسم الخير. وصدق القائل حين قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. وإخوانكم في هيئة الإغاثة سيقومون بجمع تبرعات لإعانة الصائمين في البلاد المحتاجة، فأعينوهم أعانكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيات الشيست الإسلام وزر الشيست فن هما نكلي فأجنزاتيون زمن خيطة شتنتن für den Iftar der Fastenden in bedürftigen Ländern. So soll jeder spenden, wie viel er kann. Möge Allah euch dafür belohnen. Werte Muslime, von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird überliefert, gesagt zu haben: Zwei Gaben von den Gaben Allahs gibt es, in denen sich viele Menschen täuschen: Gesundheit und Freizeit. Die Gesundheit ist etwas, worum sich viele Menschen nicht kümmern, bis sie diese verlieren. Die Freizeit wird ebenso auch oft nicht genützt und geschätzt, bis man sie verliert. Der Tag des Gerichts wird von Allah subhanahu wa ta'ala auch Yawm al-Taghabun genannt. Tag des verlorenen Gewinns, wegen vielen Menschen, die erst an jenem Tag sich ihres großen Verlustes und verlorenen Gewinns bewusst sein werden. Deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Nutze deine Gesundheit vor deiner Krankheit und nutze deine Freizeit vor deiner Geschäftigkeit. Hassan al-Basri rahimahullah sagte: O Sohn Adams, dein Tag ist dein Gast, so sei gut zu ihm. Denn wenn du zu ihm gut bist, wird er vergehen und dich dabei loben. Wenn du aber schlecht zu ihm bist, dann wird er vergehen und dich rühmen. Gesundheit und Freizeit nicht zu nützen, bedeutet, ihren wahren Wert nicht zu kennen. Allahs Barmherzigkeit ist es, in unserem Leben Stationen bestimmt zu haben, in denen wir die Möglichkeit bekommen, unseren Glauben zu stärken. Eine dieser wichtigen Stationen ist der Monat Ramadan. Bis kurz haben wir uns auf sein Kommen vorbereitet.
Und gerade vergeht ein Tag nach dem anderen von diesem wertvollen Monat. Es ist jener Monat, in dem die Gläubigen wetteifern sollen, wer mehr für Allahs Wohlgefallen tun wird. Monat, in dem ein Rufer ruft, O Sucher des Guten, geh weiter, O Sucher des Bösen, unterlasse es. Das Erleben dieses Monats ist eine der größten Gaben überhaupt. Gleichzeitig eine große Chance und Gelegenheit. Wenn der Gläubige diese Chance nicht nutzt, dann kann das der größte Verlust für ihn sein. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Jibril alaihi salam kam zu mir und sagte, O Muhammad, wer den Ramadan erreicht und ihm wird nicht vergeben, den soll Allah weit entfernt sein lassen. So sagte ich, Amin. Ja, das ist tatsächlich der größte Verlust, nämlich, dass dir Allahs Barmherzigkeit verwehrt bleibt, dir nicht vergeben wird, die Tage und die Nächte dieses Monats vergehen und du sie nicht nützt. Ein Mann aus dem Volke Israels begann viele Sünden und sagte danach, O mein Herr, wie viel sündige ich und du bestrafst mich nicht? So offenbarte Allah dem Gesandten dieser Zeit, diesem Mann zu sagen, wie viel bestrafe ich dich und du weißt es nicht? Habe ich dir nicht die Süße des Bittens, des Gehorsams zu mir verwehrt? Das ist bestimmt der größte Verlust und Strafe, nämlich, dass deine Beziehung zu Allah unterbrochen oder gestört wird. Deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das wahrhaftige Fasten, wer die Lüge und das Handeln danach nicht unterlässt, von dem hat Allah kein Bedürfnis, dass er sein Essen und Trinken lässt. In einem anderen Hadith heißt es, Fasten bedeutet nicht, dass man sich nur des Essens und Trinkens enthält. Das Fasten bedeutet, sich vom Unsinn und schlechtem Gerede zu entziehen. Das ist das wahre Fasten. So geben wir uns Mühe und nützen diese gesegnete Gelegenheit aus, meine verehrten Geschwister. Denken wir Allah, danken wir Allah, dass er uns unser Leben verlängerte, um einen weiteren Monat Ramadan erleben zu dürfen. Zeigt also Allah von euch selbst Gutes. Ein unglücklicher Mensch ist nämlich jemand, dem die Barmherzigkeit Allahs versagt wird. Wir bitten Allah, uns zu ermöglichen, unsere Zeit und Gesundheit in Gehorsam zu ihm und im Streben nach seiner Wohlgefallen zu nutzen. Wir bitten dich, O Allah, uns Aufrichtigkeit in Worten und Taten zu schenken und unser Fasten, Gebete und gute Taten anzunehmen. Amin, ya Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اعلم أيها المسلم أن المقصد من العبادة ليس مجرد أدائها والانتهاء منها وإنما المقصد من العبادة أن تؤديها بطريقة تحقق أهدافها تؤديها بطريقة تصل إلى الغاية منها أن تؤدي العبادة بهذه الطريقة وهذا يحتاج منا إلى أن نحسن أداء العبادة وأن نهتم بتفاعل القلب معها وهذا ما كان يتواصى به السابقون كانوا يتواصون فيما بينهم بتحسين العبادة وإتقانها لأن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من العمل الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهر لماذا؟ لأن القلب هو محل نظر الرحمن والأعمال
تتفاضل بتفاضل ما في القلب من إيمان ومحبة وإخلاص وخشية لله. لذا ينبغي علينا أن نحرص على التغيير. حاول أن تغير من نفسك، فإن الكون كله من حولك يتغير. وأخسر الناس من عرف الخير ثم تركه، فلا بد من التغيير ولا بد من الحذر. تحذر كل الحذر أن تخرج من شهر رمضان بلا رصيد من الحسنات، بلا رصيد من الأخلاق. شهر رمضان فرصة لتقويم الأخلاق وتهذيب السلوك. فأقبلوا على الله، تداركوا ما فاتكم، أروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم في هذا الشهر من رحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا وإياكم من رحمته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعل هذا الشهر في ميزان حسناتنا. اللهم وفقنا فيه لما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، واقض الدين عن المدينين، وفك اسر الماسورين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه.